لوكاس عموري عموري يوسع وبالراس جول بالراس بالراس دوغلاس هو القناص دوغلاس هو القناص بكرة مارادونية بكرة ميسية بكرة على طريقة زينتين زيدان عموري أكبر رسام صبري اللموشي يعاير الأذرار خارج الديار رأسية برازيلية تيوفريس دوغلاس بالرأس هو القناص أسبقية عنوية نارية وقوية منذ بداية المباراة هذه الكرة شوف أجمل صورة عموري الفنان كرة بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر ودوغلاس لا يرفض هذا الكافيار لا يرفض هذه الهدية ويضع الكرة في الدفاعات القطرية وبركان غريان في مدرجات استاد هزاب بن زايد ولعت إذا عموري أمام الكرة من عموري أم كايو عموري عموري جابالو جابالو في الشباك حطالو على الطريقة الماسية هذا هو ميسي الخليج أسطوري يا ستار أسطوري يا ستار عموري في هذا المشوار وصبري اللموشي في حالة انبهار العين العين عموري متعة العين عموري يا سلام على طريقة ليو ميسي على اليسار جابالو وفي الشباك حتالو شنو هذا شنو هذا يا عموري أجمل ما في الكرة عندك أجمل سل... يعدي بامتياز سيدو كايتا يعطي كرة واحدة يمشي راشيدوف يراوغ ضربة جزاء ضربة جزاء لفريق الجيش بيتر جرين الأسترالي ضربة جزاء بلمسة يد لإسماعيل أحمد سردور راشيدوف الأوزبكي أمامنا بالفعل قرار سليم من بيتر جرين حكم الساعة الأسترالي فرصة كبيرة لنادي الجيش للعودة في المباراة سردور راشيدوف إذن الحوار المنتظر خالد عيسى في عارين نادي العين وسردور راشيدوف الأوزبكي اليساري بتنفس السعادة للصبر اللموشي سيناريو أول في هذا الشوط الثاني منذ بداية الشوط الثاني الجيش أفضل في الخمسة دقائق من نادي العين الكل يدعو وكل على ليلى يغني سردور راشيدوف مع خالد عيسى يتقدم يمشي سردور جول تذليل الفارق من سردور راشيدوف الأوزبكي المهاري يعطي هدف غالي خارج الديار لفريق الجيش القطري إذن مشاهدينا الكرام المباراة تتولع نار في هذا المشوار 2-1 للعين لكن المباراة 3-90 والجيش القطري بسردار راشيدوف يعود من بعيد بفرحة صبري اللموشر إلى الدور النهائي أسبري عموري عموري يغير عموري يوزع هدية 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 قاتلة ضربة قاضية كايو 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 وعدو وعدو بهدية من خليفة أبو بكر والعين في هذه النهاية ايش النهاية وهذه آخر الحكاية 3 أهداف لهدف باقتناص
فشل من خليفة أبو بكر، وكايون لا يرفض الهدية القطرية ويمضي على الثلاثية العينوية في أجواء جماهيرية هستيرية هستيرية حقيقة. مشاهدينا الكرام،